بخير عليكم خوتي نازيال اكادير. اليوم 3 ماي 2019 جمعه مباركه، الله يرحم جميع الاموات ديالنا. عاود رجعت لهذيك المنطقه اللي دويت على اخليج تيكيوين، دويت على ذاك المشروع اللي حيدوا منه واحد 500 ديال الشجر ديال الزيتون، وعاوتاني دابا انا في الجديريه. الجديريه كاينه في التشيره ولكن تابعه لتيكيوين، تابعه للجماعه ديال اكادير. اشنو غادي نقول لكم؟ داك الشيء اللي شفت واللي ملي دويت مع الناس هنايا وملي سولت وكل شيء، شغل ديال المافيا. ملي كنقولوا المافيا انا ما كنتش كنعرف بان واحد الواقع مر اللي انا بلادي كيمكن يطرا فيها بحال هذا الشيء. اول حاجه اللي ثارت انتباه ديالي وهو في خلال هذا الشهر هذا اللي كنجي لهذ المنطقه، كي ساكنة ولا الناس المتضررين هم كيقولوا واحد الشخصية كبيرة في البلاد هي اللي مورا هذا المشروع هذا. الناس ما عارفينش، يعني ما كاينش اللي كيعطيهم الخبر الصحيح، متدمرين وكيقول لك وحنا شنو درنا، شنو الذنب ديالنا، علاش هاد الشخصية دايرة علينا. انا مشيت سولت ولقيت بانه كلشي هادشي افتراء وكذوب. كنقول علاش بعدا المصالح ولا السلطات المحليه ما حلوش تحقيق في هاد، شكون اللي خرج هاد الهضره هادي؟ كنلقى منتخبون، كنلقى بعض رجال السلطه صغار داخلين في هادشي ومخرجين الاشاعه بانه راه هذيك الشخصيه وعندها كود ديروا شي حاجه، راه هي غادي تدي لكم غادي لكم. كلشي كذوب، ما كاينش من هادشي. بالعكس بغينا نشفروا باسم هاد الشخصية النافذة اللي ما ليها لا ناقة ولا جمال وما كيدخلوش في هاد الشيء وبعاد على هاد الشيء. المهم الله يهدي ما خلق. المشكل فين كاين؟ وهو الهيه في الجهة الأخرى اللي كنت دويت في أول فيديو ديالي على داك الشجر ديال الزيتون، خلاو تما الناس. ولكن المشكل وهو هاد الأراضي كلها ديال واحد القبيلة سميتها قسمت مسكينة. هادوك الناس اللي خلاوهم ولا اللي سيناو عقود وبيناو مع الشركة وخداو 4 دريال ديالهم، كاين مشكل وهو هادوك الناس غير مستغلين. مالي الارض راهما كاينين، ما فطنوش بهم، تغفلوا تصيدوا الاراضي مشاو. الشركه كما قلت ذاك النهار مشروع عقاري، المافيا ديال العقار خدامه. غادي نتيقوا هاد الشركه بانه بغات دير شي حوايج زوينين. قالت لك اسيدي غادي دير مدرسه اعداديه، مدرسه ثانويه، غادير واحد السونتر ديال الدياليز، غادير الطريق، غادير غادير. رجعت انا لهاد الشركه هادي عندها مشروع في المسيره، وقالت بانه ملي كانت غدير المشروع غدير المساحات الخضراء، غدير واحد المستوصف، غدير واحد الكوميساريه، غدير. من 2019 يعني غير البارح 2 ماي مشيت لتما، حتى حاجه ما دارت، والديور تباعوا وكل شيء تباع. وكاينين الناس ملي دويت عاوتاني على هاد الشيء اللي مصيفطين ليا من الخارج كيقول لك اودي خلصنا سيغ بلان في 2015 لهاد الشركه باش تعطينا الديور ديالنا في 2017، حنا في 2019 مازال ما عطاتناش. يعني هنا راه كاين واحد الخلل. قداش شنو هو دابا باش نرجعوا لهاد الاراضي اللي طرا فيها مشكل واللي يمكن تطيح فيها الرواح الا بغينا نقولوا. هاد الاراضي كلها اللي هنايا ديال هاد القبيله هادي كتعرفوا بان كاين وثائق الملكيه من المحكمه، احكام قضائيه نقديه ونهائيه، الناس عندها الوراق ديالها. الاملاك المخزنيه دارت واحد الغلط فادح وهو ما سولات ما والو، كتصيفط لهم 7 ايام وتخويو. واش هادو حماق ولا مالهم؟ كيفاش بغيتي الناس من 1800 وهما عندهم الوراق ديالهم، الناس من 1918 1937 وعندهم الوراق ديالهم، وغادي تجي 7 ايام نوضو خويو؟ اراضي فلاحيه باش من حق. فينا هو الخطاب الملكي السامي ديال صاحب الجلاله محمد السادس اللي كيقول اللي عنده الوراق ديال شي ارض فلاحيه وكيف لحها نصوبوا ليه التيتر والتيترا وكل شيء، خصو التيتر وكذا، علاش ما كيطبقش هذا الخطاب الملكي؟ هنا كاين تحايل. عاوتاني كنشوفوا واحد الطريق كانت غادي تدوز هي على جا تراكس 6 الصباح، ديال من هاد التراكسات جاو 5 ديال التراكسات في 6 الصباح، وديال من كنلقاو بان الجماعه ديال اكادير هي اللي جات لهنايا بالكاميونات ديالها ديال الجماعه وكطحن هنايا شويه، ما قتلت شي ناس كانوا ناعسين يعني في 6 الصباح وما عرفوش راه فيه الناس ناعسين، وجا التراكس باغي يطحن كل شيء. جاب الله الكارثه تحفظات غير الله دار تاويل الخير. وعاوتاني غادي نرجعوا علاش جاو وعاموا على صحه بغاو ياخذوا واحد الاراضي فلاحيه لما ليها وما ليها كاينين وما ليها مفلحين. انتم غادي تشوفوا كاينين هنا الالاف ديال الشجر ديال الزيتون، كاين الفلاحه، النعناع، القزبر، المعدنوس، البيطخاف، المهم كاين بزاف ديال الحوايج ناس مفلحين اراضيهم. علاش؟ لانه كاين واحد السيد رئيس جماعه هو في النواحي هنايا عنده واحد الارض، حتى هو كينتمي الحزب
العداله والتنميه. راني ماشي متحامل عليكم، الله يخليكم، هذا واقع. وباش ما ندوزوش ليه ديك الطريق وسط الارض ديالو، عمنا على الناس وراه كاين مشكل. وكيفاش الاملاك المخزنيه مخرجه الناس ديال الجماعه، والجماعه هي اللي كطحن في الاراضي باش من بعد تسلمها للخواص؟ اشنو جاب الجماعه لهذا الشيء؟ اشنو جاب المنتخب لهذا التخلويض هذا؟ كيفاش؟ انا غادي ندوي مع بعض المتضررين غير باش نعرفوا المشكل، اساس المشكل فين. كتعرفوا بعدا هاد الارض اللي انا واقف فوق منها ديال هاد القبيله هذه عندها واحد التاريخ عظيم بزاف، هاد تاريخ كبير ماشي خاص انا ما كنفهمش فيه بزاف، ولكني عارف بان كاين واحد التاريخ. كاين السي عمر افلوس افليس، ولا كاينين الناس اللي فاهمين في هادشي لو دو معاهم. كاينين اتفاقيه ديال القبيله مع الالمان فاش كانت المانيا من بعد. المهم كاين بزاف الحوايج اللي الواحد خصو يبحث فيها، غادي يخرج بشي حوايج اللي زوينه للتاريخ يعرفها. هذه واحد. والثانيه بان هاد سميتو هاد الاراضي راه عندها مالها، ماشي اراضي ديال الاملاك المخزنيه. الاملاك المخزنيه ما عندها حتى شي حاجه هنايا، وما يمكنش تجري على الناس، غادي توقع شي حاجه اللي خايبه اللي غنجبدوا فيها العرقيه والعنصريه وشي حوايج اللي حنا في غناء عنها. بالعكس حنا بغينا نبنيو المغرب الغد، وهاد المفسدين هاد المافيا، مافيا العقار، مافيا ديال اللي بغيتي، وحتى هاد الناس اللي كيخرجوا هاد الاشاعات بان كاينه شخصيه نافذه وهذا، راه حشومه عليكم، تسيئون الى رموز الدوله لله في سبيل الله على والو. احنا غادي ندويو مع الناس وغادي نشرحوا لكم وغادي نعاود نرجع باش نعرفوا شكون. حسين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انت من الساكنه ديال هنايا، من الناس المتضررين، انت هنايا ابا عن جد، انت من الفلاحين اللي دايرين الفلاحه ديالكم هنايا، شفت النعناع، البشنه، شفت القزبر، شفت المعدنوس، المهم ابا عن جد انتم هنايا. دونك اشنو واقع، اشنو وقع لكم بعدا هنايا؟ هو جات واحد الشركه كتدعي انها شاريه هاد الارض، كتدعي باللي هي اللي شاريه هاد الارض اللي ديالكم هي اللي ديالنا هي. اه وكتقول وجاو عندنا وهجموا علينا هنا المره الاولى، حبسناهم قلنا لهم اودي راه هاد الارض ماشي ديالكم ديالنا. جاو هرسوا علينا الباب في المره الاولى، ضربنا معاهم، تشنقنا حتى حبسناهم المره الاولى. وجاو في المره الثانيه وجابوا التراكسات وهجموا علينا وحيدوا هاد التراكسات ديال الجماعه ياك. فيهم التراكسات ديال الجماعه، فيهم الكاميو ديال الجماعه، فيهم كيطلقوا دعايات كيقولوا لك باللي راه مولاي رشيد هو اللي مور هذا الشيء، وكيوسخوا الكذوب، كيوسخوا السمعه ديال المؤسسه الملكيه. كنت بغيت نشوف الناس درت هنايا، لقيت هذه الهضره كدور، هذه الاشاعه كدور. انا كناكد لك شوف، خدمت غير شويه ديال العلاقات واستشرت وسولت، الكذوب الكذوب الكذوب، ما كاين حتى شي واحد من العائله الملكيه، ما كاين حتى شي واحد شخصيه من المحيط الملكي، كيف هادشي ما كاينش. المهم هادو راه كيوسخوا السمعه ديال العائله الملكيه، وهذا الشيء انا ما كيشرفنيش نسمع حتى هاد الهضره، هي نسمعها مجرد سمع معلوم، ماشي كاع انه المؤسسه الملكيه كبيره على هادشي. حاجه اخرى، وجهوا هما بامر قضائي ولا شي حاجه باسم صاحب الجلاله؟ شي يوم عطيونا شي هي شي وثيقه كتدل باللي راه شي واحد مصيفطكم باش تدخلوا علينا. هي باش تدخلوا علينا، واش كاين شي سند قانوني؟ ما كاين سند قانوني، ما كاين قرار ديال الولايه، ما باو يعطيونا حتى حاجه. وكيفاش جاو دخلوا بالتراكس؟ التراكس السيبا ما عرف هادشي، راه كثير كثير كاع داكشي، داكشي راه ما كيقبلوا لا العقل، ما كيقبلوا ربي، ما كيقبلوا العبد. هادشي هذاك القرار ولا هادشي اللي هذا الضرر اللي وصلكم، خصكم تمشيو للمحكمه، خصكم تثيقوا في القضاء ديال البلاد، لان غينصفكم. شوف يكذب عليك، انا كنقولها لك ياك، انا مواطن عادي شويه غير صغيورين شويه العلاقات، يكذب عليك شي واحد بانه شي واحد غادي ياثر على القضاء باسم فلان ولا فرتلان ولا شي حاجه. مشينا للقضاء وجبنا لهم كاع احكام قضائيه ديال النقد ديال المجلس الاعلى، وريناهم اليوم، ما بغاو كاع يشدوهم، ما بغاو الباشا باسم جلاله الملك جبناهم لان حصلوه، لان حصلوه، لان الملك الملك ما بغاوش يعترفوا بذوك الوثائق اللي كنوريهم. ما يمكنش. والمهم الباشا راه لا فوق منهم، هذاك الشيء فوق منهم كاملين، والقانون فوق كل شيء. عطيتو باسم جلاله الملك، ما بغا كاع يقرا، بحال لا كيستفز. جر هذا ضربوا التراكس ديال الزيتون، راه هو الاخر كامل. سي حسين طلب، الله يرحم لك الوالدين، غادي تعاونوا وغادي تعاودوا تغرسوه. تراكس جات
وطحن، ما كاين غير دفع ضرب. شو شجرة الزيتون حشومة، شوفوا هنايا واحد الضيعة ديال النعناع ضربها التراكس كلها، شوش داروا ليها؟ شوفوا لهي الفلاحة، داز على كل شيء تراكس بدون سند قانوني، بحال الا حنا ما عايشينش في دولة الحق والقانون. شوف اشنو داروا النعناع، دوزوا القبص فوق منه على اساس كانوا معولين داك الصباح غادي يضربوا هادشي كله بالتراكس. وكيقول لك سير بغاو بشغل الناس تما، كيقول لهم هذاك دوز دوز لي على بنادم. نيني لا حشومه. الناس مفرشات. نعسوا لهم قدام التراكسات وكيقول لي هذاك الباشا دوز لي على بنادم. نيني لا حشومه. واش هذا راجل سلطة؟ اي 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 ولا هذاك. شوفوا هاد الضيعه شحال زوينه، الفصة، الزيتون، شجرة الكرموس، واحد هذا ديال العنب، شو شحال العظمة خويا. اشنا هما عاوتاني الوثائق اللي عندكم انتوما باش الارض راه ديالكم؟ عندنا وثيقة ديال المحكمة. اي هادي مزيان. عندنا استمارة، عندنا احكام قضائية ديال النقد والابرام هنا، عنده ديال 76 ديال، عندنا عقد ديال 38، وكاينين ظهائر شريفة. وهذا الظهير الشريف ديال سيدنا محمد السادس الله ينصرو كيقول لهاد الناس هادو اللي لقيتوه في الارض، الارض ديالو عنده الوثائق ديالو، عطيوه تيتر الورائي، عطيوه التيتر ديالو وفونسي وفابور. اييه راه قالها سيدنا ومرسوم، ماشي مرسوم وزاري، ماشي هضره، ما تفعلش هادشي ديال سيدنا، ما تفعلش هادشي. لا هادو كاع تشفرت عين بين الشفاره. الله، السلام عليكم. عليكم السلام. نعم اسي. انت قالوا لي 24 عام وانت في الجيش، في السانتور، في الحرب، في الدق، دونك انت ومضروب بليسي في الحدود. ايوا دابا انت مفخره ديالنا حنايا. انا جيت. انت خصك تكون مفخره ديالنا. جيت اسيدي. انت من الناس اللي هنايا. شنو ولد الدوله؟ انت من الناس اللي هنايا. انا من جدودي هنا، جدة وجدي وكلهم في الارمي، وهادي جدي وكلهم في الارمي، كلهم عندهم تقاعد. وراجل عمتي في الارمي. وراجل عمتي وراجل عماتي بجوج. كان فلان دوشين. تبارك الله. فلان دوشين. وفلان دوشين كيرموديه فاش كان. دوز تبارك الله. وراك معلمه انتيا. الله يطول لك العمر اخويا. الله يحفظك اخويا. الو شنو طرا لك انتيا دابا هنا؟ انا سيدي جيت لهنايا حبست التراكسات. وجبت الحكم ديالنا اللي كتضرب عليه الوراق، جدة مسكينة حتى ما راه حتى جمعت لينا الارض ديالنا كلها في الاحكام باش ما يجي شي واحد يضحك علينا. وجاو هاد الناس قالوا لك اسيدي انا راه باشا وسليم مشرفين، انا ماشي ضد المخزن. اش بغيتوا يا سيدي؟ اشنو عندكم؟ قال لك اسيدي حنا جينا بغينا نردموا هاد الشيء. ولديهم لا ما غاديش تردموا عليا. علاش غيتردموا عليا؟ عندكم شي رخصه؟ عندكم شي رخصه باش غيترجموه؟ قال لك اسيدي حنا من الفوق، شكون انت باش نوريك الرخصه؟ عطيتهم الحكم. قلت لهم اسيدي على الحكم باسم جلاله الملك، باسم صاحب الجلاله، ناض الباشا كيدير فيه. لا هادشي التيتر ديال الدومين هو اللي واكل. ما كاينش تيتر. قلت علاش انا الدومين ما عندوش تيتر؟ دير لي التيتر في الملك ديالي. قلت علاش دير؟ ما عندهاش الدومين، ما عندهاش تيتر، ما عندهاش تيتر. ما عندهاش الحق، ما عندهاش الحق، دير لي التيتر في الملك ديالي. ناضوا تحاموا عليا المخازنيه، ريحت فما سميتو، وريتهم الوراق ديالي. ها الوراق ديالي، ها لاسورونس عسكري. لاسورونس عسكري، وعندي الشهاده من سيدنا، شهاده تقنيه من قائد الاعلى الاركان الحرب العامه للقوى المسلحه الملكيه الدفاع. وما اعترفوش بها هاد الناس، ما اعترفوش بنا كاع. قال لك داك الشيء انتوما جيتو تحطوه في الارض ديال الدوله. وعلاش قلت لهم انا منين جيت؟ منين جيت انا؟ منين عرفتي؟ كنت لقيتي، كنت لقيتي الدفاع ديال الدوله. شوف، كنت لقيتي مع شي باشا ولا شي مسؤول تما ولد الدوله بصح، واللي قاري يكون باس لك راسك انتيا. هو هاد الناس ما احترموناش، ما احترموش لي حتى الارض ديال جدودي. جاو دخلوا عليا هنا خمسه تراكسات مع سته ديال الصباح كلهم بريمي، ومشات من الرئيس ديال الميريكان، عندي من الرئيس ديال الميريكان، وصافط لو ريزون جينيرال ديال لا فرونس، وجات من لوغيزون جينيرال دو ماروك، وجات لاكادير عند داك اللي كان كيحكمنا باش اكادير ديك الساعه 1933، باش الاراضي ديال اي تخراط ما يتمسوش نهائيا. ايوا اكثر من هادشي راه ما كاينش. ها راه كاينين كلهم.
وما معطافين حتى، وعندنا وثائق كنخلصوا تقريبا 200 فرون من 1928 حتى 1950 حتى استقل المغرب. تخلص الدين هذيك 200 فرون باقي عقل ولا اللي قال الدين ديال لي بوتيك اللي كانت المانيا مع فرنسا، المانيا وبين لا فرونس سي سا، لا فرونس خلصت لا بونك دوتش تقريبا 6 مليون فرون فرونسي على ليبوك. على ليبوك باش كل اني هادي 1928 باش تحيد لي بوتيك على على تقريبا ديك هاد المنطقه هادي ديال الكتيبه مسكينه تحيد داك لي بوتيك وبقى ديمه ديال المغرب ديال الدوله المغربيه وخلصوا خلصنا خلصنا داك الكتيبه مسكينه في 1942 وكانت اتفاقيه ما بين محمد الخامس نصره الله الله يرحمه وما بين الكتيبه مسكينه كيتنازلوا على الاراضي ديالهم. 1952 كاين ظاهر الدوله المغربيه تتخلى كليا عن اراضي قبيله الكتيبه مسكينه. ايوا فين هاد الناس عاد واش عاد فاقوا عاد خلاقوا؟ 1962 الحسن الثاني الله يرحمه حتى هو دار الداير باش يحيد هاد المشاكل ديال العقار السوس تقريبا في المغرب كامل باش كل ارض يدار لها التيتر ديالها وجاو هادو ديال ديك الساعه كاينه البشاوي في نزكان خداو الوثائق عند الناس دوك الاستمرارات اييه والاستغلال وهذا وداوهم ومن بعد خرجوا شي وراق ديال الطوبوغرافي الكاتاستر دي كارتون داك الكارتون راه جاي كاين فيه كاين دي كارتون باش يخلصوا يخرج لهم لي تيتر ديالهم ومن بعد ميكو عليهم ثاني نهائيا ما هما خلصوا ما وجاو ثاني في السبعينات وداو ثاني دوك الوراق والتمايد كان سبعوا عليهم بالجمعيات وداك الشيء كل شيء كان الناس اللي دايرين التعارض مع التلقي التعارض تعتقلوا تعتقلوا الله يصاوب. شوف انا غير انا كنقولها الواحد يثق في القضاء وما دام هاد الناس بغاو يتعسفوا لا بغاو يتعسفوا راه ما غاديش يوقفوا تما راه القضاء اللي وقفهم ليه كنت ماشي القضاء كنت ماشي باسم جلاله الملك راه ما غاديش يوقفوا تما معلوم وراه كيهربوا لديك الجهه ديال ديك الجهه تابع للجزيره سمعتيني ديك الجهه تابع للجزيره كيهربوا لها ليه لا السلطات المحليه انا كنظن المحليه ولا حتى المركزيه غادي ياخذوا بعين الاعتبار هاد هاد الجريمه اللي بغات ترتكب الاملاك المخزنيه هاد المنعشين العقاريين الوالي الوالي كينكر قال لك اودي انا ما عطيت هذاك الشيء حتى شي قرار القرار ما كاينش قرار ولائي باش يدخلوا لهنايا ما عرفتش انا راه هرسوا الباب راه هو فين هرسوا الباب التراكشات الله يصاوب دوك لي تيترات داك لا كولور ديالهم كيدل على الاملاك ديال الناس صحيحه هنا راه داك لو تيتر علاش كتهضر له دومين راه هو فين كاين راه ديال واحد لا سوسيتي ديال الدار الاغريكول غير حيداتو العباد الله ثاني على ليبوك الى يتم فيهم 1928 راه كاين ليه فاش كاين ولا كونتونس ديالو غياليتي راه هي 18 هكتار 18 هكتار ونص راه هو كاين ليه فاش كاين دونك هما بالهيه وجوله بالهيه بغاو يشفروا كل لا كونتونس كما هضروا في تيلدي بحال ديك لا ريكيزون ديال 1557 اللي كاينه في تيلدي ديال اكادير هي لا تتعدى 1910 هكتار لا 1909 متر 1909 متر كاري متر كاري بغاو يضربوا به 150 هكتار وداروا التيتر ضربوا به لوبيتال حسن دو وضربوا به نص ديال الشرف وضربوا به الكاب كير وضربوا به الليغ ملي دخلها المحكمه في المحكمه هرست لهم داك الشيء في البلاصه وحكمت عليهم كله هذا هو الكارتون اللي يل دات 1962 كلشي الناس عندهم هي باش التياره دارت واحد الصوره المسح التوبوغرافي التوبوغرافي على على تقريبا تقريبا كاع على السويس ها هو وي. وعندهم لي نيميرو دي بارسيال والدوله هي اللي كتقول اودي راه انا غادي نخلص لهم كلشي باش ياخذوا لي التيتر ديالهم وخذوا الاستمرارات عند الناس اوكي لاني هادشي 1962 مزيان وخذوا الاستمرارات عند الناس وخذوا عندهم جميع العقود وداك الشيء هنا فين زكان البشاوي ديالين زكان واللي ما باش عندهم كيهبطوا الا كان كيعطيو النسخه كاينين الناس اللي هضروا بالعقود ديالهم بقاو وعطاو شي عطاو هاد ليكاتور شي ما عطاوهاش ومن بعد ما كاين والو الو الدوله هي اللي كتقول لك اودي انا غادي نخلص لك التيتر ديال عباد الله واش تي هو راه ديال اكادير هو هي 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 ديال هنا ديال تاخزيت هما هادو الو كل مناطق اخرى بني ملال مراكش خرجوهم كلشيهم لي التيتر هنا شدوا الفلوس ديال الدوله شفروهم وهالي كارطون ومن بعد ثاني كنقول لهم جيبوا لي الكارت دوك لي كارطون شكون اللي عنده الوراق شكون اللي يديو لهم لي زوريجينو دوك الجمعيات ديالهم اللي كيصنعوا المفابركه مشاو
كيديو لي كارطون وكيديو كلشي لورا. ودابا دابا خص الواحد يمشي لها عاوتاني لهذاك الخطاب الملكي اللي كيقول اللي عنده الاراضي الفلاحيه وكيستغل الدلاتيدر تمشيو باش تفعلوا داك ال وراه خبا وداك الشيء راه ما كيوريوش للناس. داك الشيء راه هما اش كيديروا كيدوزوا المافيات العقاريه هما كيديروا تغليط ديال الدائر كيشدوا الدائر وداك الشيء وكيدوزوا في طريق اخرى ماشي بداك الشيء باش والله العظيم الا غادي يسطيو جلاله الملك غادي يسطيوه زعما شي نهار هو غادي يلقاوه زعما غادي يسطيوه والله حتى غيسطيوه يا ما يهضر ولكن هاد المافيا هادي راه بوحدها الله يسطيوه والتور كتشد الظاهر كدير كتعجنوا على الطريقه ديالها شوف غادي ان شاء الله الحق هو اللي غادي يربح والمنطقة ديالنا ولا المدينة إن شاء الله ما غادي تكون غير العظمة أنت غادي تشوف لأن الكذوب الكذوب أنا ملي كنقول لك الهضرة كنقول له جيبوا لها شي حاجة جيبوا لها باسم جلالة الملك ونخلي لكم ما عمر صاحب الجلالة ولا شي واحد اللي معاه هي يتعدى على شي مواطن مغربي كما بغى يكون وأتحدى شي واحد يقول لك راه تعدى عليا ولا دار لي شي واحد هذا كذوب تخربيق عرفنا الله يصاوب معلوم فوالا الكذوب الكذوب والله يصاوب لنا وان شاء الله شوف خويا بغيناكم بقاو كلشي متفائلين المحكمه انا شخصيا انا شخصيتي متواضعه غنبقى معاكم شويه بشويه نعم راه واخا نمشي مع واحد المحكمه طلعي غير المحكمه ديالنا هنا في اكادير قادين بهم كافين بهم غادي نمشيو لهنا ثاني عرفتوا واش كاين الاستئناف ماشي مشكل ماشي مشكل وغتلقاو الاذان الصاغيه ما غاديش نتفرقوا معاهم ان شاء الله ان شاء الله الله يدير اللي فيها الخير وان شاء الله نبقاو متفائلين والاخوان ايمانهم قوي في الدوله في القضاء ديال الدوله صاحب الجلاله لانه هو فوق كل شيء اللي غادي يمكن ليه ينصف عاوتاني هاد الناس الى شي وحدين مفسدين كاينين في الاداره وان شاء الله غادي يكون غير خير وكنقولها نبقاو متفائلين وشوف الناس الله يحسن العوان ولكن العظمه ديك الفلاحه ديالهم وواحد النعناع حرش زوين شي خصنا غير شي برده تاي دابا ولكن الجمعه هادي غنمشيو نديرو نضربو كسكسو واللبن والقرعه الحمراء وبخير وعلى خير الله يسهل علينا وعليكم في هذا النهار